مسؤول حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة البطحة الغربية ترأس مناسبة تنصيب أعضاء مجلسي مركز إداري وبلدية آتية وسط حضورهم مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ. محمد طاهر جبريل الحر. بتنصيب أعضاء مجلسي مركز إداري وبلدية آتية تكون قد انتهت سلسلة تشكيلات المجالس الفرعية للحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة البطحة الغربية. بخصوص مجلس مركز إداري ريف آتية، فإن حسن إبراهيم جوجة هو الذي اختير لشغل منصب الأمين التنفيذي على رأس مكتب من 17 عضوا. أما المجلس البلدي فأعيد فيه تجديد الثقة إلى الأمين التنفيذي السابق الحاج محمد مكة وأعضاؤه 22. المهمة الأساسية لهذين المجلسين هي تنشيط العمل السياسي وإبقاء المناضلين على أهبة الاستعداد. ونشير إلى أن المناسبة حضرها النائب البرلماني عن المنطقة وعدد من كوادر الإقليم.